تنصلت وزارة الداخلية عن مسؤوليتها من مشروع صقر بغداد الخاص الذي يستند على وضع شريحة لاصقة صغيرة في مقدمة السيارة تتضمن معلومات كاملة عن العجلة تظهر من خلال جهاز في كل سيطرة موزعة في العاصمة، مبينة أنها أوعزت إلى توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه باعتباره موضوعا خارج الأطر القانونية. تم الإعاز إلى كافة توابع ومفاصل الوزارة أنه نحن لسنا طرفا بالتعاقد وغير مسؤولين عن تنفيذه، وما يخص وزارة الداخلية سوف لن يتدخلوا بتنفيذ أي مرحلة من مراحل هذا المشروع. مديرية المرور العامة أكدت أيضا أن إدارة أنظمة تسجيل المركبات والأمور المتعلقة بها كافة هي من مسؤولياتها حصرا، إلا أنها أعلنت عدم أخذ رأيها في مشروع صقر بغداد وأنه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن أو سائق المركبة بالخضوع إلى هذا النظام. أن القانون 86 لسنة 2004 المختص في الجانب المروري خول معالي السيد الوزير ومديرية المرور العامة في كل الجوانب الفنية المختصة بسير المركبات. في المقابل تؤكد الحكومة المحلية في بغداد أن التعاقد مع الشركة المنفذة لمشروع صقر بغداد قانوني وأن هناك تعاونا بينها وبين الشركة بإشراف قيادة عمليات بغداد وأن عمل وزارة الداخلية الآن يخضع لعمليات بغداد. داخلية هي مرفوعة اليد أيضا من العاصمة بغداد، من أمن العاصمة. أمن العاصمة بيد قيادة عمليات بغداد، إحنا اليوم نتعامل مع الواقع. أما الشركة المنفذة لهذا المشروع فهي تؤكد أن عقدها مع محافظة بغداد قانوني، مشيرة إلى أنها رفعت دعوى قضائية على الوزارة لاستيفاء مبالغ لها بذمتها نتيجة الإضرار التي لحقت بها جراء إنهاء العقد السابق المبرم مع وزارة الداخلية والذي تم دون مبررات. إن منظومة صقر بغداد الأمنية تمت المصادقة عليها من قبل رئاسة الوزراء، العقد كان مع مجلس محافظة بغداد، الجهة المشرفة هي قيادة عمليات بغداد، أما وزارة الداخلية فقد فسخ العقد معها، ومنظومة صقر بغداد الأمنية قامت برفع دعوى قضائية للتعويض عن الأضرار التي تسببت بها للمنظومة، إضافة إلى ذلك الأضرار التي تسببت بها للمواطن. في هذا الوقت تشير المعلومات أن نسبة إنجاز المشروع قد تخطت 70% وأن هذا المشروع جاء للحد من الجرائم المنظمة وعمليات سرقة العجلات وتفخيخها لغرض تفجيرها في العاصمة بغداد. محمد فاضل، الحرة، بغداد.